الأزمنة ارتبط قطاع الصيد البحري بفئة الرجال لما يتطلبه من قوة بدنية وتفرغ خاص، لكن التخصص والتطور الاجتماعي فرضا منطقا آخر. كانت بطلاته نساء جئنا ببصمة احترافية بأنامل ناعمة. بابتسامة عريضة تبصم نسرين على أولى دقائق يومها في العمل، تبادر بالتحية وتشق طريقها إلى مكتبها. بسم الله. ودون مقدمات تشرع في تطبيق البرنامج المتفق عليها. الو وي صباح الخير مصطفى، تنجم تجي عندي دوكا؟ عيا صح انا في بيرو نستنى فيك. صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير مصطفى، واش اخويا صافي لاباس؟ تفضل ريح. يعطيك الصحه مصطفى. مصطفى اليوم ان شاء الله نديرو لابيه شغل رومور الاول. سي بون الابيدو. اه اوكي. سي بون دوك ميرسي. صحت ميرسي. اما الان فقد حان وقت التغيير. بن زيد نسرين، مهندسه الدوله في بناء واصلاح السفن. عندي 5 سنين اكسبيريونس في شركة دولة إيكوريبيريو بوهارون، شيف سيرفيس سويفي دو برودكسيون. في هذه الورشة تقضي نسرين يومها في مراقبة مدى تقدم الأشغال الخاصة ببناء وصيانة السفن. تجوب مختلف الأقسام، تعطي التوجيهات لزملائها الرجال، وتتابع مدى تطبيق تعليماتها في الميدان دون ما عقدة منها أو من العمال أنفسهم. تخدم ما شاء الله، تدخل معنا البابور، تخرج تطلع تهبط، ثم ما لقيناش ديفيرونس كبير. ما اسمها مرأة تقدر تعمل وتفابر على كل حال. وإنسانة محترمة وما عندنا حتى مشكل معها، وإنسانة طموحة وقادرة باش تخدم كأنها عامل عادي، وانا يعني ما نغزروش ما نشوفوش فيها كأنها مرأة ولا يعني انها عاملة، واحترام متبادل يعني بيننا وبينها. السلام عليكم. صباح النور جماعة. اليوم نخدموا في الابي زيرو دو في لاباسرين، نديروا لابياج تاعو مع شوفوا لي زيكتريسيان يفوتوا الكابلاج تاعهم الفوق يا اخي، بوزيوهم شوفوا اسكو وشوفوا مالي ولا 12. ايوا وشوفوا مالي كريسيا كمل الكابلاج تاعو نمو هكا نبقاو فيها ونغلفوها بلا ريزيد ولا فيب. سي بون نمشوا هذه الكوتي هكذا ونجيبوا كوبيوه على حسب ال ايوا على حسب ديكاو، وشوفوا شحال يخرج، شوفوا بلاصه لاباغياج يا اخي. جماعه سي بون هيا نطلعوا نشوفوا سيغ بلاس. بعد الشرح النظري تواصل نسرين متابعتها للأشغال على متن السفينة، تتخطى العقبات واحدة تلو الأخرى. متحدية كل ما قد يحيل بينها وبين ممارسة مهنتها التي أحبتها. وأنتم
تعرفون جيدا ما يمكن للنساء فعله لما يحبون. انا بورموا ما كاش مراه ولا راجل، كاين عامل في الشركه، والاخت نسرين عامله في الشركه، اعطينا لها المسؤوليه تاع شيف سيرفيس برودكسيون، تدير على بالي بالامكانيات تاعها كاطار جزائري مختص وخريج من الجامعه الجزائريه، عندها الكفاءات اللازمه، واعطينا لها الفرصه باش تبين هذيك الكفاءات تاعها في الميدان. هي خير الدومين ديفيسيل اللي ما يديروش بزاف النساء، مي كان عندها الكوراج ودخلت للشونتي وقابلت رجال وخدمت مع رجال بكل كرامه وبكل ريسبي، وكانوا ريسبكتيو وتعلمت منهم وتعلموا من عندها. المجال هذا يا سي فري كو كان مخصص للرجال، يعني كساسوا صيادين ولا ميدان الاصلاح وصنع السفن، صح اون فادير بلي لي ديرنيير زاني هادوما النساء بداو يدخلوا بالعقل بالعقل. السلام عليكم. قد نتساءل كيف تمكنت نسرين من فرض نفسها هنا، وماذا عن نظرة المجتمع والعائلة؟ الخدامين معنا في الشونتي شويه كانوا ماشي مأكسبتيني في الاول، بصح دوك الحمد لله نتعامل معهم بيان، ميم هما يأكسبتوني يعاونوني يسهلوا لي خدمتي. في الدار الحمد لله الحمد لله، الوالد تاعي ما كان متمني، كان حاب يخدم في الشونتي الله يرحمه. عندي زوج تاعي مساندني، عندي يما معاونتني بزاف، أكسبتيني فرحانين بيا، وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل يكون ما خير. وانا نتمنى كاع النساء اللي يكونوا في دومين ديفيسيل تاع الرجال ما يخافوش. بيان سور حنايا نشجعوهم باش يواصلوا في هاد التقدم، باسكو ما كاش حاجه ما نقدروش نديروها. هم هنا وعندهم هما ربات عائله ومالغري سا سون لا دو ماتان او سوار، ونشكرهم يعني في هذه المناسبة تاع 8 مارس، ونشكر كاع العاملات الجزائريات. والله العظيم. أي يا جماعة خليكم ومن بعد إن شاء الله. حديث نون النسوة قد لا ينتهي، لكن للمهندسة نسرين تحديات جديدة وبوادر مشروع بحثي تلوح في الأفق. الو السلام عليكم. واش كاينون هنا لاباس؟ صافا مدام بوزيز بخير؟ ايه بالبركة عليك، زافيو لي لابال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عفوا، لا لا مانيش في المينستير، نو راني في اسمه راني في انا في لي ان اس بي، انا مع الاستاذ جعفر في المعهد الوطني العالي تاع الصيد البحري وتربيه المائيه. مرحبا بك، انا هنا انا هنايا طريق سلام، ما شاء الله صح صحتي صح صح. كاينه اون دي ستارت اب تاع لي ان اس تاع سمعت عليكم ناسيونال سوبيريور تاع سيونس لا مير، لا بوستولي بور لو لابيل تاع ايدي انوفون تاع لا سبيرولين، ولا اي لو لابيل تاعها. الله يبارك، صافي بليزير زياده فينا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شاكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. لكم ان شاء الله بالبركه على لابيل تاعي ورينا تاع لو ستارت اب. بالبركه عليك، مبروك عليك، صافي بليزير. عطاوني دوز ان شاء الله باش نبريباري فيهم ندير لي زيتود كومبليت على لو طرافاي هذا ان شاء الله، لو بروجي بور لا رياليزاسيون كوتي فينانس كوتي لو بروسيسو تاع لو طرافاي اون جينيرال كامل كومبلي. راني جيت فريمون متحمسه، راني حابه ان شاء الله نشوفوا لاسوش تاعنا سو لو ميكروسكوب، ان شاء الله نلبس طابليه برك ونشوفها. با بروبليم، مرحبا بك. الله يسلمك. فرحت بزاف كي تحصلت على هذا لي لابيل، ان شاء الله ربي يقدرني باش نفتح هذا لو بروجي، باش ان شاء الله نديروا دي نوفو بوست دو ترافاي، ونقصوا الامبورطاسيون تاع هذا لو برودوي، ونديروا الاكسبورطاسيون تاعو. رفع التحدي اليوم كغيرها وكغيرها من
اسم طالبي لاسم الحصول على ما تاع مؤسسه ناشئه او مشروع مبتكر او حاضنه اعمال. اليوم الحمد لله راه تحصلت على العلامه، واضافه لهذا الحمد لله فيها اكثر من 60% من الحاصلين على العلامه ومن الطلبات هم نساء جزائريات. نور الهدى سيتان اكزومبل شباب كونكري باسكو لي زيتيديون هادو اللي راهم يقراو يلحقوا ان سارتان ستاد يجيب الدبلوم ماذا به يكري حاجه ولا يخدم، ماشي لازم عند الدوله يدير البروجي تاعو. وسورتو هي عطاو لها لو لابيل تاعها في لو سوجي تاع لاسبيرولين. وكومبارازار كانت دارت عندنا ديجا ان ستاج عندها عامين وناكواريوفيلي، عندها ان بون فولونتي الله يبارك. المرأة الآن في المجتمع الجزائري قادرة باش تبني بزاف في بزاف لي دومين، وقادرة تاني باش تنشأ روحها وتبان. عندهم ليمام كاباسيتي كيما يقولوا، تفرض روحها وتخدم وتبين. حاب يقول شفنا دي زيكزومبل في ليلفاج تاع لي مول، ولا في لي كاج فلوطونت وين المرأة دخلت الدومين هدايا لي جينيرالمون محتكر للرجال. اليوم المرأة الجزائرية راها الى جنب الرجل، راها صاحبه مؤسسه لدراسه المشاريع، راها تخدم في مجال صناعه السفن، راها تعمل كذلك حتى في الصيد البحري، حتى في التدريس في مجالات قياده السفن والصيد في اعلى البحار. اليوم الحمد لله رب العالمين المراه الجزائريه اقتحمت مجالات وعندها مكانه جد مهمه في قطاع الصيد البحري. D'un navire de pêche. Donc, ce sont des instruments. C'est un instrument qui aide à détecter, donc détecter les cibles. Donc, je ne peux pas le faire. Quand on pointe une cible, donc je vais vous donner le rapport détaillé. Le sondeur, on sait qu'il y a les instruments qui aident à la navigation et qui utilisent la pêche. مجالات القيادة عند المرأة متعددة في المجتمع. أنيسة نقيب باخرة صيد واستاذه مكونه بالمعهد العالي للصيد البحري. هنا راكم تشوفوا لو سيستيم دو فيزياليزاسيون، هنا نقدروا نعرفوا لونجان تاعنا اسكو لحق لا بروفوندور اللي راني حبتها ونحب. اشرفت ومنذ سنوات على تخرج عديد الطلبه الذين يزاولون اليوم قياده بواخر الصيد في اعالي البحار. مدام أنيسة بن نعلال كابتن في الصيد البحري، راهي دونك أستاذة في لا سيكوريتي ماريتيم عندنا، و en même temps في لا فورماسيون دي ليوتنون دو بيش و باترون دو بيش، و سيت ان إليمون un élément indispensable. واش لازم في الدومين هذا سي لا كومبيتونس، سي ني با لو سيكس ماسكولين ولا فيمينين. و ان بليس دو سا ان شاء الله pour la pêche, que ça soit couturière, au large ou dans les océans, inshallah, il y aura du personnel femme. في النظر كما في التطبيق داخل القسم أو على الباخرة، تتحدى أنيسة الجميع بما فيها هي نفسها. تركز على التفاصيل وتتابع إحداثيات موقعها في المجتمع كامرأة دخلت مجالا كان حكرا على الرجال. J'encadre les élèves côté pratique à bord des navires de pêche. Donc on assure la formation pratique à bord des navires de pêche. نعرفوا بلي هذا c'est un domaine envahi beaucoup plus par les hommes. Donc il y a vraiment la ما il y a pas de les femmes dans le domaine. Donc c'est rarement on a une fille ou là t'occuper un poste à bord des navires de pêche. Donc pourquoi pas انا راني في هذا لو بوست. نقدر نقول بلي البنات سي فريمون ديفيسيل كون بو ترافاي في الدومين هذايا. فهذا الدومين لازم فريمون تكون كاين تفاهم كبير ما بين لو كابيتان مع البحريه اوتون كون فام. ما جو تروف با مع ماش ما كاش عقده اللي راح تخليني ولا تبلوكيني باش ما نخدمش هذه الخدمه. لا توجد اي عقده، فحتى البواخر اخذت اسماء نسائيه. فأنفال تحيي أنيسة وسط احترام تام لجمع الرجال هذا. لكن من أين أتت هذه الشبكة؟
المهنة للأب ديالي، علمني ملي كنت صغيرة هذه الخدمة، وعلم أختي، زدنا تعلم، جبنا عرايسنا زدنا علمناهم، ولينا عائلة كبيرة نخدموا مع بابا في الشبكة. علمنا كانت في البداية دي شوية صعيبة، ومن بعد كي تعلمها تولي حاجة سهلة، راسها خفيف وتخيط وترمي وناطي حتى خطرة تكون دي قالها هاي وناك اش تمشي يمشي. وهذه هي البنات هذه المهنه شيء عادي بالنسبه للنساء، بس خدمه محترمه في البيت، ما كاش احراج، ما كاش ناس خلاف من العائله، وماشي ما تمنعكش من زعما شغلك تحيلك على شغلك تاع الدار ولا اولادك ولا عادي، بس حنا نخدموا في الدار. هي كانت هنا تخدم في دارهم، كي تزوجت جات لعندنا عروسه علمتني هذا الميتي وبديت نخيط فيه، عجبني على كل حال. والمرأة الجزائرية هي أخت للرجل، تعمل في هذا الميدان أخت للرجل، ما فيهاش صعوبات. وزارة الصيد البحري تدعو كل النساء الناشطات في الصيد البحري، وحتى النساء اللي ما عندهمش علاقة يعني بالصيد البحري، تقرب من غرف الصيد البحري وتربية المائيات الموجودة على مستوى الولايات، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة وكيفية التسجيل في مدارس التكوين. سر نجاح خديجة هو تعاون العائلة التي صارت مثالاً يقتدى به، فهنا تشد الأخت والزوجة أخيها والأب والزوج ابنته شباكاً واحداً، يسهرون على نسجه وعلى تقاسم الفائدة بينهم بالعدل. ومن العدل أن تكرم عائشة عائلتها بعد عناء يوم كامل. هم اللي دعمونا. نسرين، نور الهدى، أنيسة وعائشة، لكل قصتها، وما علينا إلا أن نقول ما شاء الله عليكم.